يا اختي اسمعي اسمعي، انا شايفك، انا شايفك بتاخد الشوز والترنج وحطيتيه في الشنطه. طب وطي صوتك، تعليش صوتك. طيب عشان ما افضحش الدنيا ولم الخلق عليكي، طلع اللي في الشنطه يلا. يا جوليا. نعم يا بابا. في ايش بتلعبي؟ في ايش بتلعبي؟ تلعبي في الدباسه. سيب الدباسه على شقه وانتبهي، حافظ الاسعار. اه يا بابا. طب هذا الشوز قديش حقه؟ 25. برافو عليكي 25. انتبهي للاسعار وعارفه سعر البلايز والطقومه هذولا؟ اه يا بابا. حافظاهم منيح؟ اه. بديش تتخربطي يا بنتي. ماشي يا جوليا؟ ماشي يا بابا. خلي عينيك 10 على 10. حاضر. انتبهي للنسوان الحراميه، في نسوان حراميه بلهوكي وبيسرقوا. خلي عينيك على 10 على 10. طيب يا حبيبتي؟ طيب يا بابا. بديش اوصيكي. ها يلا، هاي البكتات عندك للظروف هدول، هاي نعلقت لك اياهم. جوليا. نعم. انا جبت لك، انا جبت لك معايا كمان طاقيه عشان الشمس والدنيا شوب وحر اليوم. خليكي لابساها. طيب حاضر. ماشي. يا بابا. خليكي لابساها. طيب حاضر يا بابا. الله يرضى عليكي. فتح عينيك 10 على 10. بديش اوصيكي. ها انا بدي اروح على اخوك على البسطه الثانيه اشوف كيف البيع عنده. ماشي. انا راح ارجع لك. يلا وزاقي، خلي اللي مش سامع يسمع. كل الحارة جيبيها، كل الناس اللي في الشارع، ملابس العيد، ملابس عيد الفطر السعيد، أحلى ملابس، أحلى شوز، والأسعار نار. زاقي وعلي صوتك. طيب يا بابا. حاضر يا بابا. أنت عارفني أنا ببيع وشاطر كمان. والله عارفك، الله يرضى عليك. يلا ربنا يجبر إن شاء الله. يعطيك العافية. يلا أبوات كلادت ملابس، يلا تعالوا عند جوليا، لا تدور ولا تحزن، جوليا هي الخيال، يلا تعالوا. هي والله هذه بتزعق، بتبيع ملابس لعيد الفطر السعيد، بدي اروح اشوف اللي لبسه حلو. عندي سلاسل، يلا تعالوا عيد الفطر السعيد. وعليكم السلام. في عندك لبسه حلو على قدي؟ اه في عندي هذا الضيق رسمي وحلو كتير، نصيحتي انك تاخديه لانه حيطلع عليك زي الملكات. انت حلو كتير. اه والله حلو كتير. بس في عندك واحد غيره؟ اه في عندي كمان هذا الطقم. هيا. اه حلو، بس خلينا هذا، انا بحب الاسود. خلينا هذا، اعطيني اياه. اخذوا في عندك بوكل كمان؟ اه في عندي بوكل وسلاسل واساور وطوال كمان. هيهم بالظبط. هاتيهم هاتيهم انا بشوف. طيب. والله هذا الطوق حلو كتير ولابق عليه صح؟ اه وفي كمان طوق ناخذ الاكسسوارات، ناخذ هدول. وهذا الطوق كمان اسود مع ابيض بيلبق. لا هذا احلى. ماشي. هاي اخترت هدول. تفضلي. في عندي كمان شوز تاخديه؟ لا والله ما بديش، امبارح رحت على السوق وشفت شوز واخدته، عشان هيك انا اخذت هذا الطقم لانه بلبق عليه. اه ماشي. طيب شوفي لي كيف الحساب. عندك الطقم 100 والطق واحد. 2 3 4 5 يعني 105. صح كلامك. تفضلي. اعطيني باكيت لو سمحت. تفضلي. جاب البعير؟ لا لا. يعطيك العافية. الله يعافيكي. ما تروحش للقديم، خليك مع الجديد. من عين جوليا ملابس العيد، كله جديد في جديد وكله جديد في جديد. بابا بابا. نعم يا محمود. بتبيع ملابس يا العيد، اشتري لي لبسه يا العيد حلوه. طيب يا محمود وينها؟ هادي؟ هادي بتبيع ملابس للعيد؟ يلا ملابس. طيب ولا يهمك يا محمود، تعال نشوف ايش بتبيع. يلا تقوم للعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بتبيع ملابس أطفال؟ آه. وينهم؟
بدي لبسه للولد هذا لمحمود. هاي في عندنا هاد البلوزه جا قديم. امسك يا محمد امسك. بابا هذه البلوزه حلوه هذه يا محمود. حلوه عجبتني كثير. عجبتك كثير؟ خلاص ماشي بابا. طيب. يا بابا يا لعيب بدك بنطلون؟ ماشي. ايش في عندك بلاطين هدول؟ هذا كبير. خلاص بدنا بنطلون صغير. هذا بيجي عليه هذا البنطلون. كويس. هذا بيجي عليك يا محمود. بابا نعم. وانا كمان بتحس تشتري لي زي اخويا محمود ملابس للعيد؟ حاضر ولا يهمك يا محمد، انت تؤمر امر. خلاص خذ هدول لمحمود، خليهم هنا على جنب. خليهم عشان عندنا بس نحسبهم. خلي فيهم خلاص ماشي. شوف هذه البلوزة عليك. ارفع راسك وتمام عليك. هاي خد لك البلوزة. بدك بنطلون كمان؟ هذا هاي بنطلون كمان. ماشي شكرا يا بابا. عفوا. شكرا يا بابا. ده هاي في حزام بطن اشتريه لمحمود اخوي. خلاص ماشي. وكمان اشتري لنا هذا البوتاجه. اصبر طيب اصبر بس نشوف بكم هذا الحزام يا عمو. هذا بخمسه. خمسه؟ خلص ماشي. طيب خلي هذا لمحمد. طيب ايش بدك كمان يا محمد؟ بدي الجزمه هذه عجبتني كثير والله يا بابا. هذه الجزمه عجبتك يا محمد؟ والله يا بابا عجبتني. خلص ماشي يا بابا نشوف. هاي في كمان بوت على قد هذا. خلص انت بدك بوت يا محمود؟ خلص هات البوت هذا. خلص حط البوت وحط الجزمه هذه للاولاد. شكرا يا بابا. عفوا يا بابا. شكرا يا بابا. وشوفي لي الحساب يا حبيبتي قديش بيطلع. شكرا يا بابا. الحساب هي هاد 20. لا هي هاد 10. وهذا 20. 30. وهذا نفس الحاجه. 30 و 30 ماشي. 30 و 30 60. وش كمان في عندنا هذا البوت؟ هذا ب 20. 20 و 60 80. هذا ب 25. 25 يعني 105. وهذا بخمسة. خمسة هذا. هات كيف هاي 110. يلا يا عمو خذ هاي الحساب. تفضل يا عمو. يلا يا اولاد. يلا حبايبي يلا يلا تأخرنا يلا امشي امشي يا محمود. هذا الراجل بيعطيني 120. يا حرام هذا الراجل طلع حسابه 110. بتلخبط وبعطيني 120. لا حرام بدي ارجع له الباقي. عمو نعم يا عمو اعطيتك حسابك انا. يا عمو انت بتلخبط وبعطيني 120 فبدك 10. صحيح انا اعطيتك 120 باقي لي 10. تفضل يا عمو. شكرا يا عمو. لا شكرا على واجبي يا عمو. شايف يا بابا هل بنت امين وصديقه يعني لو واحد تاني كان ما سالش فينا ولا رجعنا الباقي. صحيح كلامك يا محمد. هذه البنت متربية صح يا بابا، يعني لو واحد غيرها كان أخذ العشرة وما ندى علينا، صح ولا مش صح؟ صح يا بابا. هذه هي الأمانة يا محمود يا محمد. صح. الله جبر والله غيرش بابا يلبسك، ما تروحش للقديم، خليك مع الجديد. أوائل العيد من عين جوليا، كله جديد بجديد، وكله جديد بجديد. يلا تعالوا اشتروا، يلا تعالوا بوقت. أواعد قوم العيد يلا تعالوا خلتوا تعالوا اشتري من عندي أواعد العيد كتير حلوة. الله يرضيك يا حبيبتي. الله يرضيك. بدناش. لا يا لانا عندك عندك يا لانا عندك في البيت يا ماما عندك صح عندك بوت في البيت. معيش مصاري معيش مصاري. طب اقفي بدي اشتري لك. اقفي هاتي لي اللبسه هذيك يا حبيبتي اشوفها. هذه يا خالتي. شو بتسوي هاد؟ شو اللي بتحطه في الشنطة؟ مستغف للبنت عشانها صغير وبتسرق فيها. 40 والله غالي كثير. 40 بكفيك 30 يا بنت حطها ب 30 وخلص. لا بنفعش سعرها 40. يعطيك العافية يا جوليا. الله يعافيك يا بابا. ايش يا اختي؟ بدي اشتري هذه من بنتك بتحكي لي ب 40 بحكيها بكفي 30 مش راضية. هي سعرها ب 40 يعني احنا بنبيع سعر واحد.
لا بنبيع هذا ب20 ولا ب30، هذا سعر موحد احنا بنبيعها انا، تمام؟ هذه سعرها 40. اخذت حاجه ثانيه غيرها؟ لا بس هي. ما اخذتش الا هي شوز، ترينج، بلوزه. لا لا عندها البنت، والله لو ما عيطت كثير كان ما اخذتلهاش، بس عشان صرت عايط كثير يعني ما اخذتيش حاجه ثانيه. لا بس هذه عندي انا في عندها. طيب لو سمحت بس الشنطه. ايش بدك في الشنطه؟ بس لو سمحت حط الشنطه هاي. طيب هاي الشنطه ايش بدك فيها؟ فيش فيها شيء الشنطه. لا فيها اغراض انت اخذتيها. فيش فيها شيء يا اخوي. انا شايفك ما تحكيش ولا كلمة، أنا شفتك بعيني وإنتي مغفلة البنت، بتجيب لك الطقم. يا أختي اسمعي اسمعي، أنا شايفك، أنا شايفك بتاخذ الشوز والترينج وحطيتيه في الشنطة. طب وطي صوتك، تعليش صوتك. طيب عشان ما أفضحش الدنيا ولم الخلق عليكي، طلع اللي في الشنطة يلا. طلعي. أيوة بتقولي ما أخذتيش حاجة. ها ماخذ بلوزة. ما أخذ بلوزة. ليش انا كمان البوت؟ مش انا وصيتك انتبهي يا سلاف، في ناس حراميه. مش امشي يا ماما، مش بدناش نشتري منهم اصلا، احنا بدناش نبيع اشكالك. صحيح ناس غاليه من الدين والضمير. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله انا يا بابا مصدوم كتير، لانه انا علي 10 على 10، كيف في سرقت مش عارف. اقول لك ليش. شياكة وأنتك ما تخافيش إلا من الأشكال اللي زي هذه اللي لابسة ومزبطة حالها. عشان هيك أنا لو مكانك يا بابا بشكش 1% إنها حرامية وسراقة. بس حسبنا الله ونعم الوكيل في أشكال زي هيك لا عندها لا دمة ولا دين ولا ضمير. دايما يا بابا فتحي عينيك 10 على 10، ركزي. وما شاء الله هاي ربنا جابر، يعني بايعة هيتك ما شاء الله. بعت يا بابا. طب يلا خلص بدنا نروح، يلا يعطيك العافية، يلا خلينا نضبط. يلا يلا البكة والسفرات والطواجي بس بعت باب. يلا يعطيك العافية، يعطيك العافية، يعطيك العافية يعني. يلا